عموما خلونا ناخذ تفاصيل اكثر عن هذا الموضوع عبر الهاتف. معنا دكتور عبد الرحمن السلطان، المدير التنفيذي للتوعيه والاعلام بهيئه الغذاء والدواء. اهلا بك دكتور. اهلا وسهلا. ايش هي المخالفات اللي تم رصدها على الاعلان وادى الى احاله الشركه والمشهوره الى النيابه العامه؟ دكتور عبد الرحمن، يبدو انه يعني نرجع يمكن ناخذ الاتصال بعدين، ولكن انه هذا الموضوع الان جدا مهم، المحاسبه أكيد. المحاسبه جدا مهمه، الاعلانات المضلله في المجتمع اللي حاصل اليوم يكفي كده كده يكفي. اكيد، ولهذا السبب خير كمان ناخذ هذا الموضوع من الناحيه القانونيه. ارحب معي عبر الهاتف بالمستشار القانوني الاستاذ محمد الوهيبي. استاذ محمد، اهلا وسهلا، حياك الله. حياك الله. في البدايه تقول لي ايش هي العقوبات الواقعه في احاله هذه الاعلانات المضلله؟ بدايه بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد واله وصحبه وسلم. طبعا يعني بدايه اود اتقدم بالشكر ل يعني المسؤولين في هيئه الغذاء والدواء، واخص بالشكر ايضا معالي النائب العام الشيخ سعود المعجب، وذلك لتصديهم لمثل هذه الحالات حيث انها انتشرت في الاونه الاخيره. اصبح يعني دعيني اتكلم باللغه العاميه، تفضل. اصبح كل من هب ودب يقوم بالتسويق ويقوم بالتضليل ويقوم بالتلاعب ويقوم بكل هالامور، والضحيه اولا واخيرا هو المستهلك. المستهلك نعم. طبعا يعني التضليل هي جريمه شرعيه قبل حتى لا تكون جريمه نظاميه. اكيد. ولا يعفي من المسؤوليه حتى وان ذكرت في الحاله اللي احنا نتحدث عنها المشهوره ان والله الجهه المعلن لها هي من قامت باعطائها هذه المعلومات، فهذا لا يعفي من المسؤوليه، فهو واجب عليها ان تتاكد من صحه المعلومات المنقوله. يعني حتى لو كان لديها المستند الذي يثبت ان الجهه اللي قامت باعطائها المعلومات هذا لا يعفيه. فبالتالي احنا باذن الله يعني نتطلع قريبا لصدور تنظيم خاص بهذه الاعمال وبهذه النشاطات، هو نشاط تجاري. فيجب ان يكون مقنن لحمايه الطرفين، احنا لا نقول بالتقنين بغرض انه والله انه احنا نجرم هذا العمل، لا، هو ليس تجريم. ومن ينظر له من هؤلاء المشاهير انه تجريم، فيعني هناك شيء في نفسه او هناك في مشكله في العمل الذي يقوم بتقديمه. لانه التنظيم في الغالب يكون لمصلحه الطرفين. فاذا كنت انا شخص اقوم بتقديم العمل بشكل يعني لا يوجد به تضليل او لا يوجد به خداع، فهذا لا يخيفني ان يكون هناك تنظيم لهذه العلاقه. طيب الاعلان الان اللي قامت به المشهوره وكان طبعا مضلل وغير صحيح، هل يدخل تحت الغش التجاري؟ لا طبعا، هو الغش التجاري موضوع والتضليل موضوع والنصب والاحتيال موضوع، هو اقرب ما يكون هي واقعة نصب واحتيال. نصب واحتيال. اي نعم. طيب ايش العقوبات اللي ممكن تقع عليها؟ طبعا هو النصب والاحتيال هي ان اقوم بايهام الشخص الذي امامي بشيء، يعني انا اوهمك انه العمل انه الماده هذه تقوم مثلا بالعلاج او بكذا. هذه واقعه نصب واحتيال واضحه وصريحه. اما بخصوص العقوبات، احنا لا يمكن ان نفتي في العقوبات لحين انتهاء اجراءات التحقيق، ولكن ان ثبت فعليا علمها فسيكون هناك تغليظ للعقوبه، وان لم يثبت علمها ايضا يوجد عليها عقوبه، يعني مثل ما ذكرنا قبل قليل لا يعفيها ذلك. طيب استاذ محمد، الشركه ايش راح يكون عليها في حال ثبت انه هي فعلا متورطه او اعطت هذه المعلومات الغير صحيحه او المغلوطه او المبالغ فيها؟ حتى وان كانت الشركه لم تقم باعطاء هذه المعلومات فهي مسؤوله عن الاعلانات الخاصه بها. نعم. سواء كانت اعلانات وهميه او حتى لو كانت اعلانات صحيحه. بس استاذ محمد، انت ما ذكرت الان انه هي الشركه قالت لها، انا اقول انه هذه المعلومات الشركه قالت لها، هي على حسب انا شفت لها تصريح في احد الصحف انها تذكر انه عندها ما يثبت ان الشركه هي اللي قامت بتزويدها بهذه المعلومات. اوكي. طبعا هذا ما هو مبرر،
حتى وإن كان ذلك صحيح، نفترض أنه عندها المستند الذي يثبت ذلك، لماذا أنت مسؤولة عن المحتوى التي تقومي بتقديمه؟ نعم. يعني لو أنا جيت مثلا قمت بالتسويق لعلاج معين وفيه مادة مخدرة أو أكل فيه مادة مخدرة، هل يعقل أجي أقول لا والله أنا ما أدري، روح أحاسب الجهة اللي قامت بإنتاج المنتج؟ لا طبعا. لذلك نصت الأنظمة واللوائح الخاصة بهيئة الغذاء والدواء في المادة 11 على أنه لا يجوز الإعلان عن الغذاء إلا بموافقة من الهيئة ووفق الشروط والمتطلبات التي تحددها الهيئة. قد يكون هناك موافقة للإعلان عن هذا المنتج، ولكن بالتأكيد لا توجد هناك موافقة على المحتوى اللي كان موجود أنه يقوم بالعلاج ويقوم به إلى آخره. طبعا العقوبات مثل ما سألتني الأستاذة رؤى قبل قليل فيما يخص العقوبات التي قد تلحق بالمصنع، يعني قد تصل إلى غرامة 1,000,000 ريال، وقد تصل إلى إلغاء الترخيص، وإن ثبت تعمد وجود مواد ضارة في هذا المنتج قد تصل فيه العقوبة للسجن 10 سنوات. هذا في حال كانت متفقة معها. أنت كيف سألت؟ هذه العقوبات اللي تخص العقوبات على المصنع، تخص الشركة. طيب أستاذ محمد الوهابي، شكرا لك.